المعين اللي كان منتظر إصدار الحكم، استطلاع رأي وآراء بعض الأشخاص. القسم من ذلك هو التأثير على القضاء. مفروض أن القضية معروضة على القضاء، يجب احترام القضاء والسلطة القضائية، ولا يقوم أي شخص كيفما كان نوعه بأي وسيلة تؤثر على القضاء. المادة 149 من الدستور كتمنع كل تأثير غير مشروع وتعاقب عليه. المادة 303 من القانون المصري تمنع نشر استطلاع رأي حول القضية. القانون الجنائي يمنع التأثير على القضاء أو محاولة التأثير. ما معنى عندك السؤال ماشي علاش داروا هذاك التصرف ديك الوقيته؟ ما الغرض منه؟ جاوبني على هذا السؤال. إذا كان ما عنده تشي غرض غادي يكون عبث. إذا كان غرض شنو هو الغرض؟ هو التأثير أو الوقوف إلى جانب أو نصرة أحد الأشخاص. أبدا ما عمرو تنصر الناس أمام القضاء. خص تكون محايد، عندك ضحايا، عندك متهم أمام القضاء، استقلال القضاء ضمان المتقاضين. ماشي ملي يكون أنا نطلب استقلال القضاء ملي كانوا لي طرف كانوا يحاولوا نأثر عليه باش نحصل شي حاجة ماشي محقي، الوقت اللي كنضر فيه ضحايا آخرين. هادشي غير مقبول لا قانونيا بالمجرم. بعض المسؤولين ماشي كلشي هما قلال قلة، فيهم اللي تقاعد وفيهم اللي هو مطرود من المجتمع نظرا لفشله في تدبير السياسات العمومية، وخصو يستحي. وحنايا إذا كانت عندنا انتماءات حنا ما استقبلناش الضحايا في المقر ديال الاتحاد الاشتراكي ولا في المقر ديال حزب احرار ولا في المقر ديال الحزب ما عرفتش شكون اللي كاين هنا كاع. إذا مع احترامي الأحزاب المغربية كاملة استقبلناهم بمكاتبنا ومآمنين بقضيتهم وإيماننا بالقضية ديالهم ماشي فقط كدفاع، ليس فقط كدفاع بل لمالنا من امتدادات في المجتمع. خاص قاموا لما تطلع الملف وتقرا المحاضر ولا سيما تصريحات الضحايا والتمس النيابة العامة يتضح بأن هناك أشخاص آخرين متورطين في التجارة في البشر من محيطي. هاد الأشخاص قاموا بتصرفات أخرى، تأثير على الشهود، تهريب الشهود إلى غيرها. الضحايا مصرين على متابعتي، هذا كيرجع للضحايا وما الذي يقرر واش يقدموا شكاية ولا ما يقدموش. وحتى الشكاية راه ماشي إلزامية، كان بدا عام وفقا لجرج البشر النيابه العامه ملزمه تبحث على الاشخاص اللي متورطين في جرج البشر ومنشور السيد الوكيل رئيس النيابه العامه في هذا الاتجاه. ما محكمش يدخلوا في ملف معروض على القضاء. توفيق بوعشرين توبع على افعال اجراميه ارتكبها في حق ضحايا وما تابعش. لو ان توفيق بوعشرين تابع على مقال صحفي نشروا ضد اي جهه ما، احنا الاولين غنكونوا ندعموا لاننا كندعموا حريه الصحافه والراي في بلادنا واللي كان فيها نضال كبير باش يمكن تثبت هذه الحقوق بالنسبه للصحفيين ومناضلين عطاو رواحهم عطاو دماءهم عطاو وقتهم وجهدهم باش ان في بلادنا يتم دمقراطه الدوله ودمقراطه المجتمع. ما غايجيش اليوم ملف في افعال اجراميه اللي كتنتهك حقوق النساء. واش حنا اليوم في الوقت اللي كنشرعوا قانون العنف ضد النساء المحاربه ديالهم كنشرعوا قانون التجار بالبشر لانه الضحايا الكثار فيه هما نساء واطفال، فاش كنشرعوا كنحاولوا نلائموا قوانيننا الوطنيه مع المواثيق الدوليه كنخرجوا باش نقولوا لا هذا ملف اللي عنده ابعاد دوليه، هذا ملف اللي عنده ابعاد سياسيه، هذا ملف جنائي عرض على القضاء وغيبت فيه القضاء. وحنا كدفاع الطرف المدني مثبتين بحقنا الاساسي هو انه اليوم المحكمه بسطات يدها واعتبرت بان الإدانة ثابتة والمتابعة بالتجار بالبشر ثابتة في حق المتهم، وهذا أساسي بالنسبة لنا باش يكون بداية لأننا نكرسوا داخل المجتمع أن أي مسؤول أي مواطن مغربي خصو يتابع بمقتضى القانون ويحترم القانون. بغينا بلاد المؤسسات، فنعتقد أنه في دول المجاورة وفرنسا نموذجا راه تحاكموا سياسيين من طرف قضاة وشنا مستوى التصريحات والحكمة ديالها. أما أن يتنطع أشخاص طردوا من الحكومة بسبب فشلهم السياسي أو أنهم يعني وبسبب غضبة ملكية ويخرج باش يركب على هاد الحادث من أجل كسب بعض النقاط، نعتقد بأنه راه خاطئ ومخطئ. ما يركبش على 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 ملف جنسي، ملف ديال الاستغلال الجنسي وديال استغلال البشر وديال الاغتصاب اللي كيحصل نقطا سياسيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.